إصابة مدني جراء تجدد القصف المدفعي من قبل قوات النظام على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. مسؤول العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل يكشف عن محاولات لإيجاد حل مع نظام الأسد للاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد. قائد قوات التحالف الدولي بول لاغاميرا يؤكد أنهم لن يدعموا قوات سوريا الديمقراطية في حال تحالفت مع الأسد أو روسيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب الدول الأوروبية باستعادة أكثر من 800 عنصر من مقاتلي تنظيم الدولة من سوريا وإحالتهم للمحاكم. ألمانيا والدنمارك ترفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دول أوروبية استعادة مواطنيها الذين ينتمون لتنظيم الدولة والمعتقلين في سوريا. إصابة عنصرين من الجيش السوري الحر بانفجار لغم أرضي زرعته وحدة حماية الشعب الكردي على جبهة كفر كلبين بريف حلب الشمالي.